أعلنت الحكومة عن صدور تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج. وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه تم تخصيص 2,100,000,000 جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250,000 سيارة متقادمة. أضاف الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، منها دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، بالإضافة إلى السماح للمحافظات غير المشتركة بالانضمام للمبادرة، وذلك فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها، والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة.